والكابتن عبد الظاهر السقا. كابتن ابراهيم تفضل اليك الميكروفون. وحفله من الاهداف الجميله اللي احرزها لاعبه مودرن فيوتشر في لقاء اليوم، لقاء العوده. بدايه التسجيل والتهديف كانت عن طريق احمد عاطف وراسيه في الدقيقه الخامسه في مرمى وشباك سنجيده التنزاني. هدف التعادل عن طريق معروف تشاكي في الدقيقه 28، تسديده يصدها جنش يتابعها معروف تشاكي في الدقيقه 28 عشان يحرز هدف التعادل لسنجيده التنزاني، وينتهي الشوط الاول بتعادل الفريقين 1-1. ينتفض لاعبه مودرن فيوتشر في الشوط الثاني ليسجل احمد رفعت هدف فيوتشر الثاني من ركله جزاء في الدقيقه 53، ثم يعود المتالق في لقاء اليوم عمر كمال عبد الواحد ليسجل هدف ضمان التاهل لمودرن فيوتشر في الدقيقه 68، هدف جميل جدا من عمر كمال عبد الواحد. ثم ياتي ناصر ماهر بتوقيفه من هليكوبتر، توقيفه في منتهى الجمال في الدقيقه 97، الدقيقه 7 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ومهاره فرديه عاليه قوي 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 عشان يسجل الهدف الرابع